الخطانه ليله يكبر ولا نعدله يبقى تبعنا اكيد والمر نستاهله بالبساطة حمادي الحل والمشكلة بيدي أنا وبيدك ناخد ونعطي سوا بيني أنا وبينك لا 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 لا. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في الموسم الثالث من برنامجكم البساط أحمدي. لاقيدك تحت الميزابي لا تقول يح. أخوتي الأعزاء، في العالم بكله توجد حاجة اسمها صفارة الإنذار، تعمل على تنبيه الناس من أي مخاطر وخصوصا وقت الحروب. أما عندنا فاليمني نفسه صفارة إنذار. اوه ايش هذا؟ يابا بينك على اختراع، اختراع هذا. ايش من اختراع؟ يابا مش في اي دولة متقدمة يسمعوا اي جوارح يصيح صفارة الانذار. صح، وانا اشتي اخترع صفارة الانذار بس مع اخي زايد. اخوك هذا اللي جالس جنبك صوت حقه اقوى من كل صوت اوروبا وانذارة اوروبا والصين واليابان. هو هذا اللي اشتي اخترع صفارة الانذار على صوت اخي زايد. إذن ريح شوية. يلا واحد اثنين ثلاثة. كان في مثال بيقول ما كان أول شرط كان آخر النور، واليوم مع الانقطاع الكهربائي الدائم بنقول ما كان أول النور كان آخر شرط. أيوة، قلت لي ابنك إيش بيشتغل؟ الله الحمد لله على الفيسبوك وعلى 10 جروبات. ابني طبعا الحمد لله يعني فتحنا له صفحة في الفيسبوك يطلب الله الحمد لله ومع 10 يعني 10 مجموعات في الواتساب وهو المدير عليهم. والله ما حد يتحكم به، اي واحد يجي يشوف عليه يضرده. ابني المدير الحمد لله والشكر له، ومع الثلاث مدونات يعني واحد باسمه الشخصي وتندفع لنا باسمه مستعار. وليش الاسماء هذه المستعاره؟ يعني بيني وبينك على ما يدق الحسد وما حسد وعيون الناس طويلة. والله يا جماعة الخير ما بنلاقيش لبنتنا عريس مثل ابنكم. الله يحفظك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حياكم الله. يسمعوا حيا خبرك. اللي أوله شرط آخر أولو أسلم. والله شرطنا ماطور أصلي يا ماها أبو 3 كيلو. يا عم يا عم ليش بتدور الصعب بتدور الزحمة بتدور الطوابير؟ ليش الماطور يشتي بترول يشتي ديزل أو يشتي غاز وطوابير وهداك؟ ليش احنا ادينا لك الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية على الهواء، على الشمس، على الهواء الطلق، تاخذ راحتك بالراحة. يعني قصد ما يحتاج انك تسارب من الشمس، نعمة من الرحمن الرحيم، لا تسارب في محطة ولا شيء، الشمس يجي تسارب لا عندك. ابني بيدور لك مرة بسرعة على ولده، انا ما يقع لك من ولده. هاي بسرعة لك من السهل يسمع لا باب ولا طاقة. الدنيا هذه الأيام هجوة والشمس مغيبة. والدنيا متقلبة. قصدك يعني الجو متقلب يوم شمس يوم شمس ست سبع. اذا صلينا على رسول الله. اللهم صل على محمد. بعد مشي ماتوا احنا كينا ما
بالماضي طالبين داغبي. والله على بركة الله نقرأ الفاتحة. بسم الله. صدق الله العظيم. هيا دام الله الماضور يا سرور السرور الماضور دام الله الماضور السرور الماضور ماضور انا وماضوركم دايم. الحاجة أم الاختراع في اليمن، واليمنيين ما شاء الله تبارك الله عندهم سرعة البديهة في إيجاد البدائل، حتى لو كان البديل مش هذاك الذي، لكن أفضل من لا شيء. الزوجية لا تخلو من التوتر هذا الأيام الذي بدوره لا يخلو من الطرافة. خلونا نشوف. اسمعي أتبطل هذا الحكش هذا وتحجعيني شغلتيني روحي ما هذا ما فيش غاز ولا كهرباء ما فيش غاز ولا كهرباء ما نفعل عسير أسروك أي نسي عسير الجل ما فعل إيش أنا بشوف بيدي الناس قدهم كلهم هكذا قدي حالتنا ما نسوي الله يشيل لها عيشة ماشي يصير في مش بيتكم والله يفتح عليك عين يا زين ابعد ابعد والله ما انا راجعت لك لا تمسكنيش ابعد يا الله ابعد ابعد مني لا تراضينيش لا تراضينيش ما فيش لا كهرباء لا ما لا غاز لا دقيق ابعد مني والله ما انا راجعت لك ابعد مستحيل ارجع اقول لك ابعد والان مع فقرة الحليم تكفي الإشارة. Thank you.
أخوتي وأخواتي، نصل إلى نهاية الحلقة. أترككم في حفظ الله وفي رعاية الله، وعطروا قلوبكم بالصلاة على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما الخطأ نهمله يكبر ولا نعدله، يبقى تبعنا أكيد والمر نستاهله. بالبساطة حمادي واضحك على كيفه، وقاوب راح يجي زمان يحكي له. الحل والمشكلة بيدي أنا وبإيدك، ناخذ ونعطي سوا بيني أنا وبينك.